القائمة الأولية لمنتخب مصر، منتخبنا الوطني، استعدادا للأمم الإفريقية. عايز بقى أعرف عنها حاجات كتير مع ناقدنا وكاتبنا الرياضي الأستاذ عمر البنوبي. أهلا بيك. شوف، أهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيك أستاذ عمر. قول لي بقى القائمة الأولية بتاعتنا. يعني الحقيقة النهاردة الكاف أعلن القوائم الأولية للمنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا كوت ديفوار للعام القادم في يناير إن شاء الله. ويمكن القائمة الأولية بيبقى فيها 55 لاعب، وبتختصر بعد كده خلال 15 يوم، يعني بعد 15 يوم بكتير هيكون تم اختصارها ل 27 لاعب، وهي دي هتكون القائمة النهائية. فالقائمة الأولية الحقيقة ظهرت بدون مفاجآت. يعني البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر اعتمد على العناصر اللي شفناها في المعسكرات اللي فاتت وفي التصفيات، والحقيقة أنه على رأسهم محمد صلاح من ليفربول، المحترفين سواء تريزيجيه، محمد النني، كوكا، عمر مرموش، المجموعة المحترفة، حتى سام مورسي موجود في القائمة الأولية مع مجموعة اللاعبين الموجودين من الأهلي، الزمالك، بيراميدز، بعض الأندية كمان المحلية زي سيراميكا كليوباترا، الإسماعيلي، يعني حتى نادي زد واخد مصطفى زيكو من نادي زد. فهو حط قائمة كبيرة اللي هي الـ 55 لاعب، لكن اعتقد انه القائمه النهائيه اللي هتكون من 27 لاعب اللي هتظهر بعد تقريبا 15 يوم انه مش هيكون فيها مفاجآت كبيره، يعني هنكون بنفس القوام الاساسي لفيتوريا وغيره من المدربين البرتغاليين. مش بيميلوا الى التغيير المفاجئ، هو اعتمد على مجموعه كبيره من اللاعبين طول الفتره اللي فاتت، جرب مجموعه من اللاعبين. يمكن اللي هيغيب ابرز الغيابات هيكون طارق حامد لانه اعلن اعتزاله اللعب الدولي. وعلى الرغم من ذلك موجود عبد الله السعيد في القائمه. كنت لسه هقول لك عوده عبد الله السعيد مره ثانيه. هو مش عوده عبد الله السعيد، يعني الحقيقه انه هو بس اختيار فيتوريا لعبد الله السعيد. لما سالنا كده المصادر المقربه من الجهاز الفني ومن فيتوريا انه شايف انه عبد الله السعيد من افضل اللاعبين اللي موجودين في مصر رغم تقدمه في السن ورغم اعلانه الاعتزال الدولي، ولذلك هو بيعول على عبد الله السعيد انه يكون متواجد بخبراته اذا حصل نوع من انواع الاصابات او الغيابات المفاجاه مع اعلان القائمه النهائيه. وبالتالي هو بيعتمد، بيقول انا مش هجرب حد جديد في الفتره اللي هي بتاعت كاس الامم الافريقيه، بالعكس انا هختار اللعيبه اللي عندها الخبرات الدوليه زي عبد الله السعيد. ولذلك حتى عبد الله السعيد نفسه ما علقش على الموضوع، هو اعلن اعتزاله اللعب الدولي من فتره وما اتكلمش في الموضوع، لكن هو متواجد في القائمه ال 55 لاعب اللي اعلنهم الكاف النهارده. عظيم جدا، انا بشكرك جدا 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 كاتبنا وناقدنا الرياضي البارز عمر البنوبي، الف شكر جدا ليك يا عمر.